شوف غنقول لك جوج كلمات غادي تمشي معايا نيشان، اولا غنرجعك عند والديك كيف ما جيتي عندي النهار الاول عريان وحفيان وهز شريوطاتك في ميكاساك كحله. السلام عليكم البنات، سمحوا لي على هاد الدخله هادي، ولكن هادشي اللي كاين هاد السيد راه ما بقاش كيف ما كان. بلاتي بعدا نعرفكم براسي، انا حنان عندي 38 عام في عمري، من أسرة غنية مرموقة ومعروفة، الوالد ديالي معروف في البلاد تيدير البني وكاع المشاريع الكبار تلقاه داخل فيها، الفلوس موجودة وبلا حساب. أنا كان خاصني راجل فيه التوجيه عاقل العين، متيهمنيش يكون لاباس عليه ولا ما عندوش، الفلوس كاينه. ايوا اش غنقول لكم، انا ما قريتش قرايه، عرفتو لحقت الباك ودرت شي مدارس هكذاك بريفي غير بالفلوس، وهم خاصني ديبلوم في جيبي، اما الحمد لله كاين فين نخدم وكاين فين كاين الفلوس، الفلوس موجوده بزاف. الولاد اللي وصلت لعشرين عام كاع الولاد ديال العائلات الكبار باغين يتزوجوا بيا وباغين يتناسبوا مع الوالد ديالي، ولكن انا ما بغيتش. علاش؟ بغيت شي واحد اللي يكون تحت السيطره ديالي، اللي ما يقدرش يهضر ولا يتكلم، يكون محطوط في الواجهه غير هكذاك، المهم تيتسمى عندي راجل. اما انا هي الامر وهي الحكام، ما كتبش عليكم هادشي اللي كنت باغا. وفعلا لقيت ولد الناس غزال طول وعرض وشخصية غير من المظهر، اما هو الزلطة ضاربة فيه حتى الصبع الكبير. ايوا دوزنا العرس، واحد العرس درنا ملكي، عرس كبير بزاف، وعرفتو اللي تيشوف مراد تيبقى غير حل فمو، تيقول لي ولكني شخصية خطيتي، هذا هو اللي غيناسبك وغيناسب العائلة ديالك. بنات خالتي أبدا، على فكرة مراد راه وراجني، سميتو مراد وعندو ديك الساعة باش خديتو تقريبا شي 28 عام، كان فايتني بثمان سنين. بنات خالتي وعندي بزاف ديال بنات خالاتي، عرفتو العائلة كبيرة وكل شي لاباس عليه، بقاو غير حالين فمهم في مراد، عرفتي ما كاين غير تبرقيق نايض، وحده تتنغز وحده، وانا كلشي على عينيا. بغاو يتسطاو، قالوا حنان دات الراجل المثالي، الفلوس والجاه والجمال. ماما سايقن خبر، ما سايقن خبر راني ديت اكبر مزلوط في المغرب، يمكن هو هذا اللي ديتو انا. المهم كملنا العرس ومشينا درنا شهر العسل، دوزنا شهر كل شي تينتظرنا من اللي غنرجعو، فين غنمشيو وفين غنسكنو، خلاص انا راه فين غنسكن بدون منازع، اكبر فيلا واجمل فيلا، الوالد ديالي راه كان طاشرون وكان لاباس عليه فوق ما تتخيلو، يعني فيلا ديال 1000 متر ولا 2000 متر راه بحال اللي تيضحك غيقول لي سيري سكني فيها، انا باغا شي حاجه كتر وكتر وكتر وكتر. داكشي اللي كان ملي جينا اختاريت اضخم فيلا واحسن فيلا وسكنت فيها انا وراجلي. المهم بقينا تنعيشو وكاننا لاباس علينا، يعني راجلي عندو منين، الاهل ديالو كانوا ناس دراوش، ولكني خاصني تا هما يبانو في التوجيه، وليت عرفتي الجلابه ديال الفريع هي اللي ندي لعكوزتي باش ما تجيش عندي بشي جلابه اللي تضحك فيا بنات خالاتي. وشيخي كذلك الكوستيوم المخير، عرفتي البلاكارات ستفتهم بالكوستيومات، هما مساكن كانوا فرحانين تيسحب ليهم انا مهليه فيهم، ولكن انا راه ما بغيتهمش يحشموا بيا، ويلي قدام بنات خالاتي يقولوا ديتي واحد مزلوط،
لا 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 ابدا، المهم رديتهم بالمظهر لاباس عليهم، ولاني خصهم فين يسكنوا ضروري شي بلاصه فين يسكنوا. داكشي اللي كان اعطيناهم واحد الدار تتحمق فين يسكنوا، لان بعض المرات تكون عندهم مناسبه وتقدر تمشي معايا شي خالتي ولا شي بنتها، وديك الساعه فين غنتفرش. لا 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 لا، خاصهم يسكنوا في احسن بلاصه واحسن منطقه، وهذا الشي بابا مسكين داير ليا الخاطر، واخا بعض المرات تيبغي يقتلني، ولاني ما تلقى كيدير معايا كنت عزيزه وانا الوحيده اللي عنده. زعما انا الوحيده اللي عنده في البنات، ولاني عندي جوج ديال خوتي عايشين خارج البلاد دايرين مشاريع كبيره برا البلاد. انا اللي بقيت البابا، انا اللي يعني مفشه واللي بغيتها هي اللي تتكون. انا مراد تنقول له ملي توصل قدام بنات خالاتي والعائله ديالي ما تواضعش قدامهم، بين راسك بانك زعما انت راه الفوق الفوق. هو مسكين كان عاجبو الحال، عرفتي باش بنادم تشديه مزلوط وتعطيه كاع اللي تيتمنى، افخم السيارات تركب عليها، افخم الفيلات سكن فيها، افخم بلايص مشى ليهم، يعني ما خاصو حتى خير وكانه حلم، مقابل انه ما يتفلفت لا هكا ولا هكا، انا تكون في يدي السلطه كامله. المهم هو كان ديما باغي وقابل كاع الحاجه اللي تنقول ليه، وعاش الدور معايا كما هو، وتقوليه بانه رجل اعمال كبير في البلاد، كل شيء كان مبهور فيه وكل شيء كان تيهتر به وبالاخلاق ديالو، وانا عاجبني الحال. ربما كانت هذيك عقده فيا باغا نمثل قدام الناس. المهم بقينا هكذاك، ولدنا الوليد الاول والوليد الثاني، وكبروا الوليدات، ولا الكبير عنده 12 عام والوليد الصغير عنده 7 سنين، وحنا عايشين واحد الحياه مثاليه. ربما انا ما تنبغيش بزاف، ولكن قدام الناس تنمثل انني تنبغيه، حتى ولا داك الحب عندي عاده. المهم السيد كان داخل سوق راسو، عرفتي تيخاف من الوالد ديالي ما يقدرش يهز الراس، لان الوالد ديالي كان عنده نفوذ كبيره، بحال اللي تقولوا حنا شاريين هذا الراجل وصافي. المهم بقى على هذا الحال، ما غينوضوا لي المشاكل، حتى النهار اللي تعرفت على واحد الكليكه ديال البنات. هذوك البنات كانوا من الاغنياء ديال البلاد، عرفتي راهم شنو نقول لك، بزاف ما تيحلوا ما تيحرموا. كنا تنتلاقاو وتنضحكوا وتنهضروا، حتى هما كنت كاذبه عليهم وتنقول لهم بان راجلي يعني رجل اعمال، وسيرتو ان الكنيه ديالو تتساعدو، كنيتو كانت معروفه في البلاد، داكشي علاش كانوا صحاباتي تيعرفوا الكنيه ديالو، تيقولوا هذا من عائله غنيه بزاف. مكانش عندي مشكل، وحتى هو كان مطور، عرفتي ملي تيجلس معاهم راه فعلا انا تنغلط فيه، تبقى نقول واش هذا مراد، مراد اللي والو. المهم واحد النهار حسيت بواحد صاحبتي ولات تضرب بمراد بزاف، عييت من راقبهم، ولاني داكشي كان فوق الطاقه ديالي، دارته في راسها ووصلت ليه. مراد ولا تيتغير عليا، تيتغير بزاف فوق ما تتخيلوا. فينا هو مراد اللي كنت الا قلت الكلمه تيديرها؟ مراد ولا واحد اخر، ولات تتقريه وتتقول له اش خاصك تكون واش خاصك تكون، ما تكونش انت تحت الطاعه ديالها وتحت الطاعه ديال والديها. المهم ما نكذبش عليكم، واش قال ليها بانه راه يعني ربنا خلقتنا الله اعلم، واش بقى كاذب عليها حتى هي الله اعلم. المهم هو انه طاح معاها وليت عايقه بيه، ما بغيتش نبين ليه باش ما يزيدش يتصرع عليا، ولاني واحد اللحظه قلت ليه بانني عقت بيك. عرفتوا اش قال ليا؟ قال لي الا عجبك الحال مرحبا، ما عجبكش الحال غنفرشوا القصه كامله قدام عائلتك. ما نكذبش عليكم، حتى لهنا وفرانيت ما قدرت ندير والو، هاويلي هاد السنين كامله وغنتفرش انني جايبه راجل وقاداه ومصايبه وحاطاه في الواجهه، ما تيسوى والو.
كندير مع العائله ومع بنات خالاتي وبنات عماتي والناس والاصدقاء. وعرفت هو اللحظه اللي قالها ليا راه باين انه غيفرشني واحد الفرشه كبيره، وباين انه عمر وما بقاش قادر بالتحكمات وبك السيطره اللي داير عليه. ما بقات يفكر لا في ولاد ولا في حتى حاجه. بابا ولا تيقول لي ما المراد تغير، تنقول له غير خليه على حريته. ما بغيتش نقول ليه ويضغط عليه ويفرشني ويدير ليا شي فرشه اللي عمر عيني ما شافتها، ونولي انا الضحكه في العائله. بقيت ساكته وصابره عليه وهو تيدير ما بغى. اليوم مع هاد البنت وغدا مع هاد البنت، وشوفوا المصيبه الكحله انه تيمشي غير مع صحاباتي. ما تخيلوش كاع دوك صحاباتي اللي كانوا تيتمناوه تيشوفوا غير الوقفه ديالو تيتخلعوا كلهم وصلوا ليه، وانا ساكته تنقول اللهم غير صحاباتي ولا العائله كامله نتفرش معاها. المهم احسن حاجه درت في حياتي هو انني ما كتبت له حتى حاجه، حتى حاجه ما كتبتها له. اي حاجه كانت في الملك ديالي انايا، وتنتسنى عليه غير وقيته باش غنرميه رميه ديال الكلاب. الوقيته اللي ما غيعرفش كيفاش درت ليه. ما نكذبش عليكم، ما نقدرش نتحط في شي موقف خايب مع العائله ديالي ونولي كلشي تيشير ليا بالاصابع. هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي. وإلا عجبتكم قصة اليوم ما تنساوش تدعموا قناتنا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودمتم سالمين.